جولة جديدة بين الصحف العربية والأجنبية، نستعرض فيها أهم ما حملته من عناوين ومقالات في حلقة جديدة من برنامج وقال القلم، والبداية مع مانشيت. الأنظار المشدودة إلى الرقة السورية مع قل تنظيم داعش تسجل تحولا في حضور القوى وتأثيرها منذ الساعات 24 الماضية. تطورات ميدانية وانعكاسات هامة على الساحة السياسية. نبدأ من صحيفة البناء اللبنانية فنقرأ أبرز ما جاء فيها لهذا اليوم من عناوين. الجيش السوري يمسك بالرقة غربا وجنوبا ويسيطر على 2000 كيلومتر مربع من مساحتها. صدق بالإجماع وحردان غاب تحفظا والبطاقة الممغنطة كهربت الجلسة. قانون الانتخاب يبصر النور والجميل يصفه بقانون باسيل وفرنجية مرتاح. استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال في القدس المحتلة. ترامب يلغي اتفاقية أوباما مع كوبا. وأيضا كوريا الجنوبية توقف أقدم مفاعلاتها النووية. نبقى في أروقة الصحافة اللبنانية ونقرأ من صحيفة الديار التي تناولت اليوم في أولى صفحاتها حديثا مطولا عن قانون الانتخاب النسبي الذي يعد اللبنة الأولى لحياة سياسية جديدة. فنقرأ أبرز ما جاء في صحيفة الديار لهذا اليوم. ولد القانون وبدأت التحضيرات والإحصاءات النسبية تمهيدا للتحالفات. لوائح مكتملة للحراك المدني ورسائل الحريري وباسيل تقلق جنبلاط. مقتل البغدادي وواشنطن لا تؤكد. معارضة الرياض، أصبحنا رهائن المصالح الإقليمية والدولية. مصير عائلة شقير ما زال مجهولا. حريق لندن، 30 قتيلا و65 مفقودا. 360 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة بالأقصى. سيف الإسلام يظهر في جنوب ليبيا. وأيضا إدانات دولية للقمع في البحرين. ومن صحف العراق نقرأ أهم التطورات الميدانية المتعلقة بالموصل ومصير المدنيين العالقين فيها تحت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي. فنقرأ من المدى العراقية أبرز العناوين لهذا اليوم. داعش يدافع عن معقله في الموصل بهجمات مباغتة. 1000 مسلح في المدينة القديمة يؤخرون حسم المعركة. الحشد الشعبي يحبط هجمات انتحارية في سامراء وديالة. دول عربية تستعين بواشنطن لإجبار قطر على وقف دعم الإرهاب. ارتفاع عدد ضحايا حريق لندن. وأيضا أردوغان غاضب ويشن هجوما على الإدارة الأمريكية. بالانتقال إلى الصحف المصرية نجد أنها استهلت أولى صفحاتها بالحديث عن القمة الرئاسية لدول حوض النيل المنتظر عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين بأوغندا. فمن صحيفة الأهرام المصرية نقرأ أبرز ما جاء فيها. السيسي يشارك في أول قمة لدول حوض النيل بأوغندا. مقتل 3 تكفيريين وضبط آخر في سيناء. في آخر معاقله بالموصل داعش يحتجز 1000 مدني دروعا بشرية. الإمارات لا حل أمام قطر سوى وقف تمويل الإرهاب. وبريطانيا تدعو الخليج إلى الحوار لاستعادة وحدة مجلس التعاون. تونس انتهاء اعتصام التطاوين بعد اتفاق الحكومة والمحتجين. وأيضا داعش يغير استراتيجيته لمهاجمات أوروبا. من صحف الخليج التي واكبت أهم وأبرز الأخبار العربية والعالمية اخترنا لليوم صحيفة الخليج الإماراتية فنقرأ أبرز ما جاء فيها لهذا اليوم من عناوين. الأمم المتحدة، التنظيم المتطرف يحتجز 100,000 مدني دروعا بشرية. تقدم في الموصل وإحباط هجوم داعشي للسيطرة على سامراء. لافروف، واشنطن تحاول قطع التواصل بين القوات السورية والعراقية. روسيا ترجح مقتل البغدادي في غارة على الرقة والتحالف لا يمتلك معلومات. إنقاذ 3,000 مهاجر من الموت غرقا في البحر المتوسط. القوات الليبية تطلق عملية عسكرية واسعة لتطهير بنغازي. الأقصى يحتضن 300,000 مصلين. ومصرع مجندة صهيونية القدس تخضب بدماء 3 شهداء. وأيضا البنوك القطرية تلجأ للاقتراض لإنقاذ سمعتها. فساد الدوحة يورط باركلاس في دفع 200 مليون استرليني كغرامة.
ختام منشط لهذا اليوم مع الصحافة الإيرانية التي اهتمت بأخبار اليمن، فمن صحيفة كيهان العربي نقرأ أبرز ما جاء فيها لهذا اليوم. الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف سفينة حربية قبالة المخاب صواريخ حرارية موجهة. ظريف على الأمريكان أن يقلقوا على نظامهم بدل التفكير بتغيير الحكم في إيران. الجيش السوري يدمر مستودع ذخيرة وتحصينات لتنظيم داعش ويقضي على عناصره بدير الزور. مشروع قرار أمريكي لفرض عقوبات على داعمي المقاومة الفلسطينية. وأيضا تسير رحلات جوية بين تل أبيب والسعودية بتنسيق أمريكي. إلى هنا مشاهدين ننهي مانشيت وننتقل إلى تقرير لأهم ما تناولته أقلام الكتاب في إصدارات اليوم. جاء في البناء اللبناني اليوم: خلال سنة حرر الجيش السوري حلب وتوسع نحو ريفها الشرقي ولاقى حدود محافظة الرقة، وها هو يتقدم غربها وجنوبها، ونجح في التقدم نحو دير الزور من البادية بعدما حرر تدمر، ونجح في إغلاق طرق البادية من ريفي حما وحمص وعزز وجوده في دير الزور رغم ضربة الشعيرات الأمريكية وغارة تدمر الإسرائيلية. المعركة الفاصلة لإنهاء داعش ستكون في دير الزور، والكلمة الفصل ستكون للجيش السوري من الحدود والبادية ومسار الفرات. كتب علي عرسان في الوطن العمانية: من تراه يحتمل أن يستمع في كل صباح وعلى مدار الساعة بعد أن أدمن الإعلام وأصبح زاد الراحل عند الكثيرين، من تراه يحتمل قصف دمر قتل جرح هاجم فجر غرق هجر تشرد جاع عطش مرض، ولا يصاب بكل ما يدنيه من اليأس والاكتئاب، وإذ أصبح من أمنياته ومن أحلامه أن يرى فرح الناس بأمن الناس ونجاتهم من الموت وكوارث الحرب، وليث على جثثهم وأنقاض بيوتهم وديارهم وأوطانهم، فإنه المحظوظ. كتب محمد نور الدين في الخليج الإماراتية: ما يدفع تركيا إلى الوقوف بحدة إلى جانب قطر أكثر من سبب. الأول إن قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة ذات العلاقة المتينة مع تركيا، وفي حال انكسرت قطر في المعركة الحالية فإن تركيا ستفقد رأس حربتها في الخليج العربي. والثاني إن قطر هي القاعدة الفكرية لجماعة الإخوان المسلمين، وفي حال خروج الإخوان من هناك فإن تركيا ستتحمل وحدها عبء استضافتهم. اختتم الكاتب مقالته بما يلي: إن قطر هي القاعدة العسكرية الوحيدة لتركيا في الخليج، ويعتبر إنشاء مثل هذه القاعدة خرقاً تركياً كبيراً للمنطقة، يمكن أن تمارس من خلالها ضغطاً على الأطراف العربية في الخليج، حيث إن الضغط على إيران لا يحتاج إلى مثل هذه القاعدة، لأن لتركيا حدوداً برية مشتركة معها، علماً أن هذه القاعدة تأتي جزءاً من عقيدة عسكرية تركية جديدة للتغلغل في الشرق الأوسط. فتح ممر بري بين العراق وسوريا شكل أهم التهديدات الاستراتيجية الطارئة على الواقع المستجد. تخوف وقلق أثار تحليلات الإعلام المعادي، ما دفعه إلى وصف هذا التطور بالسيء جدا من ناحية كيان الاحتلال. بينما على الضفة الأخرى استمرت التصريحات الروسية الداعية إلى تأسيس جبهة مشتركة لمكافحة الإرهاب في ظل إنجازات الجيش العربي السوري وتقدمه المستمر في محاور مختلفة. أناقشها مع ضيفي من بيروت الخبير الاستراتيجي سيادة العميد محمد عباس. أهلا بك. أهلا فيك. بداية سيادة العميد، كيف تحلل المشهد في ظل التطورات الإيجابية للوضع العسكري السياسي في سوريا وترجيحات مقتل البغدادي في غارة روسية في الرقة؟ أولا بالنسبة للوضع الميداني، هناك تحول استراتيجي في الوضع الميداني، خاصة بعد الهجوم الذي يصح أن نطلق عليه الهجوم الاستراتيجي للجيش العربي السوري. وأقصد باستراتيجي هنا أن الجيش
يقاتل على أكثر من اتجاه ويفتح معارك في أكثر من محور ويحقق نجاحات باهرة. وهذه والوصف بالهجوم الاستراتيجي هو الهجوم الذي يسبق مرحلة إعلان النصر النهائي. وهذا حدث في فيتنام عام 75 عندما اجتاح الفيتكونغ وفيتنام الشمالية سايغون. هذا لذلك أنا أطلقت عليه كلمة الهجوم الاستراتيجي الذي ستترتب عليه تداعيات في الميدان أو في السياسة. الوضع الميداني كما ذكرت يسير باضطراد لمصلحة الجيش العربي السوري وحلفائه ولاستعادة السيطرة على المناطق التي احتلتها الجماعات الإرهابية خلال الفترة الماضية. هذا طبعا هذا النصر سيكون له تداعيات على مجمل الواقع السياسي في المنطقة، خاصة بعد أن وصل الجيش العربي السوري إلى الحدود العراقية السورية وتواصل مع القوات العراقية خاصة شمال شرق التنف طبعا. وهذه العملية سيتم تطويرها لاحقا باتجاه الشمال الشرقي أيضا من النقطة التي وصل إليها الجيش العربي السوري باتجاه البوكمال وللالتقاء مع الحشد الشعبي الذي يتوجه من معبر السوق جنوبا. هذا تفضل. يعني أيضا في السياق ما تحدثت عنه من هذا التقدم وتأثيراته يعني على مواقع الحدود، نشطت تحليلات الإعلام العبرية وأكدت صحيفة معاريف ووصفت أيضا تطورات الممر البري يعني من العراق إلى سوريا بالسيء، حتى أنها أكدت أن إحياء الجبهة الشمالية الشرقية يعني هي من أهم التهديدات الاستراتيجية الطارئة على الواقع المستجد كما ذكرنا في المقدمة، وذكرت أن ذلك سيؤثر على كيان الاحتلال وعلى الأردن وأيضا على أمريكا. كيف تحلل ذلك؟ نعم، ما أنا كنت سأضيف لأنه التواصل البري هو أهم إنجاز، لأنه هذا التواصل الذي حصل يفشل كل أهداف الحرب التي شنت على العراق وسوريا. كلنا نعرف أن عشية الاجتياح العراقي الاجتياح الاحتلال الأمريكي للعراق أطلق بعض الزعماء العرب من جماعة أمريكا في المنطقة موضوع الهلال الشيعي، وكان يقصد به المحور الجيوستراتيجي الممتد من طهران إلى لبنان وفلسطين مرورا بالعراق وسوريا. هذا الهلال لم يكن قد تشكل بعد، لأن هذا الهلال كان مقطوعا بالاحتلال الأمريكي، ولكن هم كانوا يعني وكأن الاحتلال الأمريكي للعراق جاء لقطع هذا المحور المنوي الذين يعتقدون أنه لو شكل سيكون ضربة قاضية للمصالح الغربية في المنطقة وللاحتلال ولإسرائيل، لأنه بالنسبة لإسرائيل هذا المحور الجيوستراتيجي هو الذي يهدد وجود إسرائيل. لذلك أنا في تقديري الحرب شنت على العراق لقطع هذا المحور، وكلنا نعلم أن جو بايدن بعد سنة من احتلال العراق طرح مشروع تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق أو ثلاث أقاليم تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية، على أن يكون وسط وغرب العراق وشرق سوريا لاحقا تحت سيطرة قوى تعتبرها أمريكا قوى موثوقة وحليفة من قبلها. طبعا الإنجازات السورية المحققة خلال الأسبوعين الماضيين قضت على هذا المخطط برمته. الحرب شنت لأجل تحقيق أمن إسرائيل ولتفتيت جيوش مركزية وقوية هي الجيش العراقي والجيش السوري، وتفكيك بلدين يمتلكان القدرات الشاملة للدول وهما العراق وسوريا. لذلك أنا في تقديري هذا الإنجاز أهميته أنه أنهى مفاعيل الاحتلال الأمريكي للعراق والحرب الظالمة التي شنت على سوريا والتي استخدم فيها عشرات آلاف المسلحين الذين استخدموا من أقاصي الأرض. نعم يعني لذلك هذا النصر أنا وصفت ويعني وصفت بالأول العملية بالهجوم الاستراتيجي التي ترتب عليها أيضا نصر استراتيجي. نعم يعني تأكيدا على حديثك، الروسي حذر الأمريكي مما أسماها محاولات التفاف على تأسيس جبهة مشتركة ضد الإرهاب، وذلك عبر تنفيذ مناورات جيوسياسية يعني تستخدم فيها عوامل مذهبية. ولكن من هنا يعني مع استمرار السياسات الأمريكية في المنطقة، برأيك إلى أين ستتجه الأمور؟
يعني الولايات طبعا المحور المعادي لن يسلم بالانجازات التي تحققت، وسيحاول افشالها من خلال طبعا مناورات جديده وبدائل هو يملكها في جعبته. يعني كلنا نعرف ان الولايات المتحده كيف تفعل مع حلفائها في المنطقه. انا في تقدير كل ما يجري في المنطقة هو لإعادة رسم خارطة جيوسياسية أمل بها الأمريكيون والإسرائيليون، ولكن أنا في تقديري أيضا المحور المقاوم لديه وسائل للرد. الوسائل للرد أثبتت جدواها منذ أن تحول المسرح مسرح العمليات في الميدان السوري لصالح الدولة السورية وحلفائها. لذلك يعني استمر أنا في تقديري الأمريكي في مناوراته لإفشال الإنجازات التي تحققت من خلال الاستعانة بعملاء له في الداخل تحت عنوان أنه مجموعات مسلحة موثوقة كمغاوير ما سمي مغاوير الثورة أو أسود الشرقية كلها من جماعة العملاء، وأيضا لإعطاء دور لبعض القوى الإقليمية وتحديدا للأردن لمحاولة خلق حاجز أمني أو بالأحرى بقعة أمنية أو مجال أمني في الجنوب لتأمين أمن بدعوى الأمن الأردن، ولكن هو في الواقع لتحقيق أمن إسرائيل. نعم. وهي تسعى من خلال الأردن للاتصال بجماعات معينة في سوريا تحت عنوان مذهبي أو طائفي أو عرقي، يعني الاتصال كما ذكر في الدروز أو في بعض العشائر المحلية لإقامة منطقة آمنة تشبه ما كان موجودا في جنوب لبنان عام 75 ولاحقا ما سمي الشريط الحدودي. هم يريدون إقامة شريط حدودي في الأردن يقوم به الأردن، ولكن أنا لا أعتقد أن الوضع يسمح بذلك، لأن الأردن أيضا لديه مشاكله الداخلية والقوى الوطنية في الأردن والتي لها وزن وتأثير. أنا لا أعتقد أنها ستسمح للأردن بالقيام بهكذا خطوات، يعني أو ستعيق بالأحرى أو ستكون بمثابة تقييدات على النظام الأردني لعدم السير كليا في المخططات الغربية. النظام الأردني هو يسير، هو وكيل أمني للأمريكيين، ولكن أيضا نحن نعول على القوى الوطنية في الأردن التي ستعيق أي تحرك للأردن في هذا الاتجاه. يعني سيادة العميد، في ظل هذا الاختلاط في التصنيفات الإرهابية التي تحدثت عنها، روسيا في خطاب الرئيس الروسي بوتين يعني استعجنت بقاء النصر رغم إدراجها من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وحتى الدول الأوروبية على قائمة الإرهاب خارج إطار عمليات مكافحة الإرهاب الخاصة بالتحالف الدولي. يعني ما هي الاعتبارات التي تقودها أمريكا اليوم في سياسة خاصة مع الاستمرار والتقدم المتواصل للجيش العربي السوري؟ هم من البداية كان وضعه على لائحة الإرهاب موضوع إعلامي لا أكثر ولا أقل. كلنا نعلم أن كل الدول التي شاركت في العدوان على سوريا وبالأخص الدول الإقليمية قطر والسعودية وتركيا كانت محتضنة للنصرة، وكانت الولايات المتحدة تعلم ذلك، وهم أقنعوا الولايات المتحدة بأن النصرة هي الوحيدة القادرة على مواجهة الدولة السورية ومواجهة داعش، هكذا قيل. طبعا هناك قوى كانت تدعم داعش بموافقة الولايات المتحدة، يعني تركيا مررت عشرات آلاف المسلحين بموافقة الولايات المتحدة، وقطر التي اتهمت لاحقا من قبل مجلس التعاون الخليجي بأنها راعية للإرهاب، ما هي حمد بن جاسم يعني من فمهم ندينهم. حمد بن جاسم أعلن أنه كلنا ساهمنا في دعم هذه الحركات المتشددة، سماها متشددة. هم لا زالوا حتى اليوم يدعمون النصرة وداعش، النصرة هم يراهنون عليها، وهذا الكلام ليس جديدا للحلفاء الروس. الروس قالوا منذ فترة أنه يريدون الحفاظ على النصرة لأنها هي العمود الفقري للجماعات الإرهابية المسلحة والقادرة على مواجهة الجيش السوري قياسا بالتنظيمات الأخرى. لذلك هم داعش لا يستطيعون القول، هم يغضون النظر عن سيطرة داعش على مناطق محددة لتنفيذ أجندات الأمريكيون لتحقيق أجنداتهم. يعني بعد أن رفض العراق التمديد للقوات الأمريكية عام 2011 جاء داعش، لم يأتي داعش مصادفة، داعش وجد لتحقيق الحاجز الأمني بين العراق وسوريا لقطع الممر البري. يعني المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين وجدوا أنه لا يمكن تحقيق هذا الأمر إلا من خلال قوى إرهابية
تعمل على تفجير الصراع المذهبي في المنطقة وتسيطر على شرق سوريا وغرب العراق، المنطقة التي حددها الأمريكيون قبل وجود داعش وقبل أن يخلق داعش، منذ عشية احتلالهم للعراق حددوا أن تكون هذه المنطقة هي عازل أو قاطع للمحور الاستراتيجي الممتد من إيران إلى لبنان وفلسطين مرورا بسوريا والعراق. يعني داعش كان لها وظيفة قطع هذا المحور، وداعش لم ينتهي دورها، والدليل على ذلك يعني ليس فقط النصرة، داعش عندما يعني في معركة الرقة هناك الحديث والموضوعي والمنطقي عن أن هناك التزامات بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش لإخراج داعش من جنوب الرقة باتجاه مناطق سيطرة الجيش العربي السوري أو مناطق عمليات الجيش العربي السوري في البادية، سواء في ريف حمص الشرقي أو في ريف تدمر أو في ريف حماش الشمالي الشرقي، بهدف يعني إعاقة تقدم الجيش السوري. هم يستعينون في هذه القوى الإرهابية لإفشال خطوات محور المقاومة. على كل يعني الضربة بالأمس لمقر البغدادي، طيب ما هذا البغدادي؟ لماذا لا نسمع كثيرا عن ضربات يقوم بها التحالف الأمريكي؟ لماذا دائما الضربات الروسية ضد مقرات داعش هي أفعل؟ نعم، وصلت الفكرة. لأنه روسيا جدية في مقاومة الإرهاب، أما هم فهم يدعون هم يريدون احتلال المنطقة بدعوى مقاومة الإرهاب. نعم. ولكن هم يضربون الإرهاب بالقدر المناسب ولا يريدون القضاء عليه تماما للإبقاء على استثماره إذا دعت الحاجة. نعم. ولكن النصرة كما ذكرتي، النصرة منذ البداية لم يصنفها أحد بالواقع إرهابية، يعني التحالف المعادي لسوريا دائما كان يستعين بالنصرة. كل الهجمات التي شنت على الجيش العربي السوري وهلل لها الإعلام الغربي والخليج العربي كان عمادها النصرة، سواء في دمشق او في حماة او في حلب او في إدلب. يعني جيش الفتح مع عماده النصرة، والذي يقوده جبهة النصرة. نعم، شكرا لك سيادة العميد محمد عباس، ضيفي من بيروت، الخبير الاستراتيجي والعسكري، شكرا جزيلا لك. أما الآن مشاهدينا ننتقل لنتعرف على أسرار لم تعد كذلك على صفحات الصحف، إنما بعد الفاصل. في فقرة أسرار الصحف لهذا اليوم نتابع ما كشفت عنه صحيفة دالي تلغراف، بأن الشرطة البريطانية سجلت رقما قياسيا في أعداد الأشخاص الذين اعتقلتهم العام الماضي لارتباطهم بالإرهاب في المملكة المتحدة، وذلك في زيادة وصلت إلى 5 أضعاف الفترة السابقة. وكان رئيس حزب العمال البريطاني جيرمي كوربن أكد في وقت سابق أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية مسؤولتان عن ظهور تنظيم داعش الإرهابي من خلال تدخلاتهما العسكرية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط. كما حذرت بيانات صادرة عن جهاز الشرطة الأوروبي من خطر تنامي ظاهرة الجهاديين الذين يفضلون البقاء في بلدانهم الغربية الأم وتطبيق أنشطتهم الإرهابية فيها. وعزت الصحيفة هذا الارتفاع في عدد معتقلي الإرهاب في بريطانيا إلى الهزائم المتلاحقة التي يمنى بها تنظيم داعش في سوريا والعراق، ما يجعل الإرهابيين يعودون إلى بلدانهم، إضافة إلى تراجع الدعاية التي ينشرها التنظيم لتجنيد عناصر في صفوفه. مشاهدينا، أما الآن ننتقل لنتابع صورا بين الواقع والسخرية منها في الفقرة التالية. مشاهدينا، لرسائلكم وتعليقاتكم تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك. القلم الصحفي قال كلمته لهذا اليوم، نشكر لكم حسن المتابعة، بأمان الله.